طلعنا لهون هلا باول الصيفيه لانه اخذنا شريف يوجولي بالصيف بنقضي برات لبنان بس السنه ما في سفر صعب كثير لاسباب ماديه ولاسباب الكوفيد يعني في كثير بلاد ما عم تتقبل انه نسافر عليها سو اخذنا شاليه لنقضي الصيفيه هون كلبنانية ما فينا نضلنا قاعدين ونستسلم ما منقدر انت اذا انت قادر لازم تجي وتساعد يلي فاتح opportunities للموظف تيضل عاي انا ما فينا نحنا نفلي الموظفين بس بعدين بنتيجة الحياة بدها تكمل وما رح نضلنا مسروبين بالبيت. سو منجرب نظهر ناخد our precautions ونتكل على الله. تمام.